أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الدراسة في الجامعات المختلطة سواء للرجال أو للنساء؟ لا يجوز الدراسة في الجامعات المختلطة لما في ذلك من المنكر ولما في ذلك من الفتنة، والدراسة يجد مجالات ليس فيها اختلاط ويدرس فيها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.